لو جاء شارون الإسرائيلي وقال لي أنا ضد بشار فهو عيني، هذا ما قاله أحد القادة الميدانيين في المعارضة السورية لصحافي إسرائيلي زارهم في إدلب وأجرى تحقيقا عنهم. التقرير كما عرضته القناة الإسرائيلية الثانية. ما الذي يحدث داخل سوريا؟ اليوم في عفدة رحلة إيتاي إنجل إلى إدلب الواقع شمالي حلب، وهي إحدى ساحات القتال. أهلا بك إيتاي، أجريت حديثا مع المتمردين والفارين من جيش الأسد على حد سواء. بالطبع، نحن كإسرائيليين لا نستطيع الدخول إلى سوريا عبر المعابر الحدودية العادية. ما فعلناه ببساطة هو أنه تم تهريبنا إلى الداخل. أفراد سوريون قاموا بتهريبنا إلى الداخل عبر طرق أخرى. دخلنا إلى إدلب، وبالمناسبة هي ليست بعيدة كثيرا عن حلب، وهي ساحة معارك. فكرتنا كانت معارك أقل يكون الحديث فيها سهل إلى الأشخاص المعارضين. قبل كل شيء كنا نريد التعرف إليهم، من هم هؤلاء الأشخاص الذين يفترض بهم انتقال السلطة إليهم بعد الأسد؟ كيف يرون سوريا؟ كيف ينظرون إلينا نحن الإسرائيليين؟ وبالمناسبة التقينا بينهم عناصر كبار كانوا قد حاربون عام 1967 وعام 1973. إذا أراد شخصا أن يسافر من تركيا إلى سوريا فعليه أن يجتاز هذه المناطق الحراجية أو كما تسمى طرق التهريب. جنون، هذه القرية، هذه هي سوريا. نحن في سوريا في القرية التي سيطر عليها المتمردون مؤخرا. من هذه القاعدة هم يستعدون لمعركهم القادمة. التقينا قائدهم المطلوب من قبل نظام الأسد. بشار الأسد 2013 إن شاء الله ما راح أشوفه. نحن ضد بشار الأسد ونظامه وبس فقط. المسيحي ما بنحكي معه، اليهودي ما بنحكي. إذا بيجي لعندي أنا شارون بخلي أنا ضد بشار هو عيني. شارون الإسرائيلي. شارون الإسرائيلي إذا بيجي لعندي وبخلي أنا يا أبو فادي ضد بشار هو عيني.